بداية كنشكركم وكنقول لك على أن هذه المنطقة اللي كانت واجدوا فيها هي فيها مجتمع مدني نشيط، فيها ساكنة أيضا نشيطة. فقط يجب باش نكونوا واضحين وصراحة أن يكون إشراك ديال جميع الفاعلين المدنيين في مثل هكذا تظاهرات، ويكون إشراك أيضا الساكنة اللي عندها اهتمام بهذه المسائل هذه، لأنه في النهاية ما نناقشه اليوم هو يتعلق بهم. الاستثمار يتعلق بالساكنة، الاستثمار يتعلق بالمجتمع المدني، ولا يمكن أن نناقش مثل هذه القضايا في غياب الفاعلين الحقيقيين أو الشركاء الحقيقيين. صحيح أن هناك منتخبين اللي هما كيمثلوا الساكنة، صحيح أن هناك مؤسسة الشريف على هذه المهرجان، ولكن الغير صحيح أن نغيبوا أصوات أخرى اللي ممكن يكون عندها وجهة نظر، لأنه ما يمكنش تكون التنمية شمولية وما يمكنش تكون استثمار إلا ما كانت تكاتف ديال جميع المتدخلين وما كانت جميع النوايا صادقة. ولكن أنا اللي بغيت نركز عليه واللي غفلته في الكلمة ديالي هو على أنه الاستثمار داخل هذه المنطقة لا يكفي فقط ما قلنا، ولكن يجب أن تكون هناك إرادة سياسية. خاص الإرادة السياسية ديال الدولة تكون حاضرة بقوة، لأنه لا يعقل أن 4 سنين وحنا كنسمو على المشاريع ديال اللي منطلقة في الشبيكة وفي الشاطئ الأبيض وما كاين حتى شي حاجة على أرض الواقع. إذن هناك غياب للإرادة السياسية للحسم في مثل هذه المشاريع، وبالتالي حنا استغلينا وجود وزير السياحة اللي غادي يكون عندنا اجتماع معه مستقبلا في القادم الأيام لمناقشة هذه القضايا، خصوصا الشاطئ الأبيض ومنطقة ديال الشبيكة اللي كانوا تفوتوا الشركات المصرية وتوقف للأسف هذه المشاريع، وبقات هذه المنطقة يعني كما كيقولوا ما مطلقة ما مزوجة، ما عرفنا مشات تمشي للاستثمار، ما عرفناها واش. إذا يجب النظر في وضع هذه المنطقة. من العيب والعار أن نشوفوا يعني منطقة يتعانق فيها البحر والصحراء في يعني مشهد قل نظيره في المغرب، وللأسف هي مهملة ما فيهاش بنية تحتية حقيقية وما فيهاش استثمار حقيقي ولا تنعكس إيجاب على الساكنة. الندوة هي جد مهمة، وأنا أشرت إلى الندوة الماضية السنة الماضية، ولكن ما هي النتائج ديال الندوة السنة الماضية؟ خصنا اليوم نكونوا نناقشوا واحد الحصيلة. اليوم نحن أيضا في نفس الندوة، يجب أن نعود السنة القادمة 2018 لنناقش نفس الموضوع بدون أن تكون هناك نتائج حقيقية. هذا فقط أنا ما نبهته إليه، لأن خصك اللجنة ديال التتبع وتكون استراتيجية ويكون العمل على مدار السنة. ما يمكنش نبقى نتلقى غير في الموسم، وينفض الجمع وتعود حليمة إلى عادتها القديمة. سؤال مهم جدا. أنا على مدار هذه السنة ونصف ونحن كنحاولوا التسويق ديال الجهة، وكنظن على أنه استقبلنا مجموعة من الوفود إسبانيا من الصين، وقعنا بروتوكول اتفاق مع الصينيين لتشييد طاقات متجددة في مدينة آسا، وكانوا في زيارة هذه يومين فقط للجهة ديال قوليميم وادنون. الإسبان نفس الشيء، عندنا معهم اتفاقيتين في مجال الطاقة وفي مجال القطاع السياحي، إنشاء مجموعة من المؤسسات الفندقية في الجهة. استقبلنا واحد الوفد أيضا هولندي مهتم بالمجال ديال الطاقة، بصدد استقبال وفد من قطر لتوقيع اتفاقية شراكة، بصدد ترتيب زيارة لدولة الإمارات العربية المتحدة للبحث عن المستثمرين. إذن كنظن على أنه قمنا بالمجهودات، ولكن ما يمكنش هذه المجهودات تؤتي الأكل ديالها إلا دائما أعود إلا إذا كانت هناك إرادة سياسية وكانت تسهيل المساطر، لأنه ما يمكن ليش أنا كجهة نعطي للمستثمر، نجيبه نعطيه العقار نعطيه كل شيء، ولكن المتحكم الحقيقي في هذا المجال هذا هو مازن، هو المركز المغربي للطاقات المتجددة اللي كيرسو مسيو السيد الباكوري. إذن يجب أن يكون تعاون وتكاتف لإدخال هذه الجهة في الريزو ديال هذه الطاقات، وخا نجيبوا الأجانب لما الريزو ديال السيد الباكوري.